قال لي ليت لو جيت للناس وقلت لهم وحدوا الله ونادوا الله ما تنادوا غير الله. في ناس يمكن ما يصلوا وراك ذاته، ما بصلي وراك ده معناه شنو؟ زول ما بصلي وراك، مشكلته معاك شنو؟ مشكلته معاك انت قلت له وحد الله، ما تنادي شيوخ، ما تنادي شيوخ، انت برا المله. وده العلم ذاته، التوحيد ده العلم. اقرا سوره ال عمران: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. شهادتهم شنو؟ لا اله الا هو العزيز الحكيم. التوحيد ده هو العلم ذاته، ده العلم الصافي. والسنه العلم الصافي. الليله لو زول دعا الناس للسنه يشوفوا زول غريب، والله يشوفوا زول غريب. لو قلت للناس يا ناس الرسول عليه الصلاه والسلام قال في البخاري ومسلم من روايه ابن عمر رضي الله عنه وعن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب، وفي لفظ احفوا الشوارب واعفوا اللحى. هذا حديث صحيح. وقالوا الرسول عليه الصلاه والسلام: بينفروا منك. لك ده شنو هذول اللي جبته؟ والزول اللي بيلبس الحق بالباطل بيشوفوه ده زول متعلم. يقول لك نحن كلك حلو. صوفيه ديل اخواننا، وصار سنه ديل اخواننا، ونلقى لنا فرصه بننقز مع الصوفيه، ويوم الجمعه غايته بنمشي للتوحيد ده بس نتملي شويه مع انصار السنه. يا زول ده شو ده باركوه، ده اسمه جهوديه في الدين. وانت ما تبقى انصار سنه ولا تبقى صوفي، ابقى مسلم مستقيم. لان الله تعالى في القران قال: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. ابقى حر عليك الله يا جماعه، في انصاف اكثر من كذب. زول الداعيه يقول لي انت ما تبقى معايا ولا مع فلان، ابقى حر. انت ابقى حر؟ زول تقول لا ابقى حر ازعل، يقول لك لا الا ابقى مع الشيخ بس. والشيخ يخالف السنه، الشيخ مخالف السنه. الرسول ما تلوه ناس صلى الله عليه وسلم، بل قتلوا شهداء. حمزه رضي الله عنه ياتوا يوم سوالح وليه، سوالح وليه ما في. الشيخ كل شهرين كل سنه ولا شهور الحفلات والدفارات والجماعه والاعلام في شنو؟ في حوليه ابينا الشيخ فلان. ابوك الشيخ ساوي له حوليه ليه؟ والله يقول لك طبعا ده زول عظيم ومات ولازم نحن نجدد الموضوع ده والذكرى بتاعته وكذا، والزلابيه والناقه اذبحوها والناس مساهره للصبح ونوبات وكشاكيش واذكار مبتدعه ومدايح سار الليل للقرضه قرش، ما هو الحبوب ما هو الاغبش، عنده حصانه ما بتفتش، كهربته العاليه بتحرق تش. والله هذه الكلمه سرتي حرتي، ما هو الفجل ما هو البامبي. اسيد دي عن الناس ضحكوا، قال الزول الفطرة سليمه بيضحك طوال لانه ده ما في نظره. والله والله كلام غريب. دخل بلياء طلع كيكي، وده شنو الدخل ذاته؟ وزول بيدخل بلياء اليد اخر حرف، زول بيدخل بالا بالهمزه، وده دخل بلياء يعني ده داخل ماري طوال. ويا وزاته دخل وين ودخل ومنو دخل بياته تاشيره، موضوع طويل جدا كلها طرق وانحرافات. والله نحن ننصح الناس ديانة لله، لا عندنا انتخابات لا اموال لا جمع كذا ولا كذا ولا دارين نلم الناس، الناس يتوحد الله. يا اخي عليك الله، ذي الناس ما غريبين؟ وحدوا الله يدوك عكاظ، جامع البيجاية علي بن ابي طالب، تلك امة قد خلت. والله الجامع ده في عمك عمل يا سي. يوم ذاك جل اخونا عمر ده بالعكاز، وحدوا الله ادعوا كاعمى ويفتش وما قادر يمشي في الطريق العادي، طريق الدين ذاته ملخبته. لو اعمى البصر وبصيرته عديله ما عيب، عيب ما عيب يا اخي. الرسول قال صلى الله عليه وسلم: قال الله من قبضت له من اخذت حبيبتيه فصبر عوضته الجنه، من ابتليت في حبيبتيه فصبر عوضته الجنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم.
شالوا عيني ذي الصبر لله تعالى الجنة. هدى أنا إحنا ما عايبين عليه إنه أعمى، لكن معاي إنه أعمى بصر، شوف قوة العداء والغلظة والشدة. شاب يتكلم في التوحيد جاي يفتش، لما اللي قوا هبش والدبع عكاز أعمى، فزول الله على قلبه وما عير تبقى أعمى بصر. لكن الله قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي الصدور. والله ناس غريبين، وشوف المريض ده مريض القلب ده لازم يظهر. قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض وظانين كذا، أم حسب ظان، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. كان دسا ذاته في وشه ما ظهرت، في لحن القول بتظهر. شكي بن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية قال من أسر سريرة سيئة أظهرها الله في صفحات وجهه أو فلتات لسانه. قال ابن تيمية القلوب قدور والألسنة مقارفها. زول بيتكلم في الكورة طوالي عارف قلبه ده ميدان جوا شغال ملخبطة جوا، بتاع غنى طوالي بيتكلم قلبه فيه غنى، كلامه في الله طوالي توحيد توحيد عارف قلبه ده نجيط شغلته دي نجيطة. والله الذي لا إله غيره تحسب والله حسيب.